السلام عليكم لفامي. في الإعادة إفادة، أنا ديجا حكيت على الهوستل اللي أنا ساكن فيه، أما يمكن فما ناس ما شافوش الفيديو، دونك باش نعاود نحكي لكم توا بالتفصيل كيفاش أنا نوريكم الشومبر، كيفاش الهوستل اللي أنا كاريه. الليلة ب 25 أورو، الفرش هاكا فرش 2 3 4، حبيت نصور مادام فما حتى حد في الشومبر، هاكا هذا نمرو 3. دونك الصندوق هذا هذا نحط فيه دبشي، فهمتني ولا صديقي؟ هاكا تنجم تاخذ الشرليه وتسكر، فهمت؟ بسم الله، هذا هو الهوستل. هاكا العباد تنجم تحط دبشك، راه العباد هنا، اما ما تعرفش انت هاكا عندك صندوقك تحط فيه دبشك. اما انا دبشي او ديجال هنا، شفتوا الساك ما عندي شيء، حتى شيء فالور، جيت شويه دبش معناها. هذا زاد نزيد نوريكم خويا التواليت والدوش في الترازيام ايتاج، هذي هكا عندك بوبيل، عندك لافابو، عندك الدنيا كل نظيفة على الاخر. الليلة شباب 25 اورو فقط، وزيد في قلب مدينة مدريد، قريبة لكل شيء، وكهو متاع حاجة بيه معناتها، متاع كي باش تجي تعدي ليلتين، تجي تفرش في الماتش، تجي تزور مدينة مدريد كذا. الليلة ب 25 اورو، الاوتيل باش تاخذ شومبر وحدك اقل حاجة مية واش، فهمتها؟ ما هيش رخيصة خويا، هاوك راكش لنا هيك البشكير متاعي خليته غادي يشيح شوية. فهمت؟ عندك نطلع الفرش نوريكم الدنيا زاد الفوق كيفاش. بسم الله، هاو بحث راسك، عندك عندك ضو هذاك، انت تحب تقرا كتاب، تحب حاجة، فهمتي؟ ضو يضوي عليك انت ياك. هاو عندك البريز، عندك وين تحط كابل زادة، هاني على الاخر معناها، فهمتني؟ والناس لهنا فاهمين رواحهم، ديجا اللي يحب يحكي في التليفون بحاجة عنده الصالة لوطة، فما صالة لوطة وين تقعد قهوة وكل شيء. دونك اللي يدخل لهنا عارف راهو ديريكت ساكت، ما يتكلمش في التليفون ولا باش يحط غناء ولا حاجة، الناس فاهمة السيستم، عارفة كل شيء. هذه هي شباب، دونك شباب خلنا نرتاح شوية وان شاء الله عجبكم الفيديو. انا كيما قلت لكم راني حكيت ديجا فيه قبل، اما في الإعادة إفادة، ننوروا العباد، فهمتني؟ برا بيس اند لوف، سلام عليكم، نتقابلوا في برشا فيديوهات. كنت مع قيس النصري في مدينة مدريد، عاصمة اسبانيا، على مدريد.